راديو نيل. عايزة أفهم منك مفهوم التحرش، الكلمة تعني إيه وأنواعها إيه، وما أحب أقول تحرش أو أوصل المفهوم ده للأطفال أوصله إزاي؟ أوكي، بصي، هو أولا مفهوم تحرش علشان نوصله للأولاد مهم إن إحنا نبقى مركزين إن إحنا ما بنخوفهمش. الطفل يعرف التحرش بس ما يعرفش الكلمة، ما نبقاش بنجيب، يعني في أمهات لما بيعرفوا إن هما لازم يوعوا الولاد ولازم يتكلموا إزاي يحموا نفسهم والكلام ده، فنجيب الولد نقعده نفرجه عن فيديو على التحرش، نقوله التحرش ده إيه ومعرف ده غلط تمام. ما هي غصب عنها بتستسهل، يعني بتدور على طريقة مجربة، هي خايفة بالظبط. فمهم ان احنا مش بنقول ده في تحرش وفي خطر وفي خطر، احنا بنعلمهم ايه؟ بنعلمهم مفهوم الخصوصية. يعني هو اول اساس في الحماية من التحرش ان احنا نعرف الولاد يعني ايه يحموا نفسهم، ازاي يبقوا عارفين حدودهم وحدود غيرهم، مش مرعوبين، لا، هم عارفة empowerment، انت بتقوي بمعلومات كفاية بتولز كفاية من غير ما اخوفه. في السن الصغير بقى علشان أفهمه الفكرة نفسها بنعمل بحواديد، بلعب، بالرول بلاي اللي هو التمثيل، دايما بنصح بيه كل الأمهات في السن الصغير لحد عندك لحد 7 سنين، قصة صغيرة، حكاية كده يفهمينها الموضوع. الستاديز أصلا بتقول إن أكتر وقت الطفل بيستقبل فيه معلومات وبيخزنها هي الوقت اللي قبل النوم، ففرصتك هم بيحبونا جدا نقعد جنبهم قبل النوم، ففرصتنا بقى نحكي حدوتة، نتكلم بقى على المكان الخاص، نتكلم على إزاي لو حد قرب مننا، لو حد قال لي مفروض ارفع الدرس بتاعي اقول ايه، هو ينفع ده يحصل كده، هي بتبدا طيب بالطريقه دي. يعني انا في البدايه مش هفهمهم يعني ايه تحرش، احاول اوضحه باشكال مختلفه، من قصه، من حكايه، من طريقه. هي اهم ما في الموضوع انه الناس ليها حدود معاك في التعامل، الناس دول كانوا بعاد، كانوا غرب، كانوا قريبين، لازم يكون ليهم حدود. ايه حدود الناس اللي فهمها للاطفال في التعامل معاهم؟ لحد ايه يقرب منه قد ايه جسديا، حدوده معاه في الكلام، حتى التحرش اللفظي بالزبط. اوضحها ازاي؟ بصي، احنا بنبتدي اصلا من سن سنتين نعرف الولاد، يعني نديهم فرصة يقولوا لا. هي بتبدأ من ان انا بدي لابني فرصة يقول لا في الحاجات البسيطة، لا في شارينج اللعب مثلا، لا لو بنتي او ابني داخلين في مكان معانا وفي حد كبير عايز يسلم عليهم. عارفة موضوع ان احنا نقعد نقول ايه سلم عادل، عيب كده، بصي طنط، ادي الجد حضن كبير قوي، ويبقى في اطفال طبيعي بتبقى كشة في الاول. فهي بقى احنا من هنا لما بنقعد نضغط عليهم ونقعد نحسسهم ان هم بيعملوا جريمة علشان مش عايزين يسلموا دلوقتي، فانا كده بوصله رسالة عكس اللي انا عايزة اوصلها. فمن اول وهم صغيرين بنبتدي ان احنا بنديهم الفرصة ان هم يعترضوا، ان هم يقولوا لا، ان هم يبقوا عارفين ان جسمهم ده في لعبة بنعملها مع الولاد، عارفة الطوق اللي هو بيتلعب بيه ده، مش فاكرة اسمه ايه، لما كأنهم لابسينه، يعني هي دي الحدود اللي مش مسموح حد يقرب منها، لما تعمل ايدك كده تفردها يمين وشمال، عندك متر من كل الاتجاهات، تفردها يمين وشمال، طيب. مش من حق حد مثلا يزغزغه، يعني عارفة لو حد بيزغزغك وانت مش عايز، لا تقول لا. طيب انا لو حد قرب من جسمك ما تقبلش بالزبط. من حقك تقول لا، طلع بقى صاحبنا قريبنا جاي زيارة مش بالزبط. هتفرق ما نجملش الناس في الحاجات دي، قول لا، لان هي دي بتوصل لهم رسائل عكس اللي انا بقولها له. يعني انا اقول له ما ينفعش حد يقرب منك بطريقة انت مش عايزها، واحكي حدوتة على كده، وتاني يوم الصبح اصغر له واحنا قاعدين بوس عمو يا حبيبي عشان بيسلمش عدل، ما ينفعش.